إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. شوف لا شعلهم شعلهم شكون اللي شعلهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا على آيات من آيات سورة النجم التي تتكلم على عناد الكفار، وتتناول محورا مهما وهو محور البعث والنشور وتصديق الرسالة النبوية أو المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كي درنا الدرس اللي فات كتب واحد هكذا في التعليق في البث المباشر، كتب تعليق قال أنا لا أؤمن بالسنة، كي تكلمت أنا على السنة وقال أنا نتحداكم ليشرح لي ما معنى قول الله تبارك وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى نعطي له 100 مليون، وحنا رانا كما يقولوا والله غير مليحه وكانت تجي هذيك 100 مليون. ألكم الذكر وله الأنثى شرحناها احنا المره اللي فاتت، ولا كان انسان هذا يعقل ويؤمن بالسياق القراني، ربي سبحانه وتعالى قال ألكم الذكر وله الأنثى، عمرك ما تحكم ايه. شوفوا انا قبل ما نشرح الايه هذه شرحتها لكم المره اللي فاتت، خذوا قاعده، خذوا قاعده، راكم في زمن شبهات، راكم في زمن كاين ناس أتباع محمد شحرور الذي هلك قبل سنوات، وأصحاب المدرسة الحداثية الذين يتناولون القرآن ويحطوا كما هذاك الكيالي وشحرور، هذو علاش أنا نسميهم؟ لأن هؤلاء الناس مدسوسين في الدين، هذو مدسوسين، والعلماء كلهم أجمعوا على أن هؤلاء ضلال يتكلمون باسم التفسير، ويجيب لك واحد الأمور في التفسير تقول آه هذا الإنسان هذا ذكي، هذا ذكي كبير، هذا تسمى عنده واحد الحلاوه في التفسير، ومن بعد يطبع لك واحد الشبهات حتى يخرجك في الالحاد بالقران، تمشي معه من القران والله غير يخرجك في الالحاد والله. وانا نعلم ما اقول، اني اعلم ما اقول. فالامر هذا هؤلاء الناس وش يديروا لكم؟ يقول لك نعطيك الايه الفلانيه، هاو معناتها عمرك ما تجرد الايه يعني سياق، عمرك ما تجرد الايه يعني سياق. شوف نعطيك مثال، كلمة ألكم الذكر وله الأنثى، سؤال هذا السؤال وشن هو هذا؟ سؤال استنكاري من الله على هذوك الكفار، شغل كيفاش راكم تقسموا كيما شوف لله المثل الأعلى، باش نوضح لك بك قدر ربي عز وجل، قدر الله سبحانه وتعالى، أنت يا وخاوتك ولا راكم تقسموا في الميراث، جيت لقيت خوك الكبير قسم الدنيا كيما هي العادة تقريبا هذايا الحالة اللي منتشرة، تلقى خوك الكبير هذاك حاكم كدا، مات باباكم كدا، واش دا؟ دا هذوك الحوانت اللي على الطريق، وهذيك اللي وين الطل المليح، والدار الشابه، وذوك قطعة الأرض المليحة، والحاكمة، وكذا، دا كامل هذوك الأمور الملاح، وعطالك أنت هذيك الحاجة، تقول له كيفاش أنت تدي هذيك اللي تحت الطريق، وأنا تعطيني اللي مخبية من النار؟ علاش سألته أنت السؤال هذيا؟ أنت عندك معلومة ماكش تسأل فيه، معناتك تستنكر عليه، تقول له يا ودي واش راك تقسم؟ واش هذه القسمة هذيا؟ هكذا ربي سبحانه وتعالى قال وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أقسم هؤلاء سألهم مستنكرا، يعني طرح عليهم هذا السؤال حتى يجيبهم على أنفسهم بأنهم هم ماهوش قسمة عدل. إذا كلمة ألكم الذكر وله الأنثى يقدر أي واحد فينا يقولها، يعني ما فيهاش إعجاز وحدها، يعني كي تجيبها أنت جملة تقدر تقولها أنت وحدك، وتقدر تقول يا أنا نقدر نجيب سؤال كما تاع القرآن، معناتها أنا عندي مستوى في البلاغه كما القران. لا العبره في السياق، سياق هذوك الكلمات اللي سبقوا المقدمه ومن بعد واش جاب موراها، هذاك هو الصح في القران الكريم. احنا يسميوه العلماء الذين تكلموا على الاعجاز يسميوه النظم القراني. واش معناتها النظم القراني؟ هذيك الصوره كاع كيفاش بدات وكيفاش دخلت في الهضره وكيفاش دور منا الضمير الجمع ومن بعد الضمير المخاطب الضمير المتكلم ومن بعد تكلم على هذه ومن بعد تكلم على هذه، هذاك السياق نسميوه احنا سياق وسباق، هذاك ما تجيبوه لا انت ولا انا، هذاك واعر بزاف، هذاك يقول ربي سبحانه وتعالى، هذاك ما تشوف حلاوه القران. ولذلك واش يديروا هاد الناس؟ يخرج لك
جملة ويقول لك هذه وش معناتها، واللغة العربية تقول هكذا، ومستحيل اللغة كذا وكذا كذا كذا، تقول هذا عنده الحق. إذا يقول لك هذه غلطة في القرآن، هذه غلطة، وهذه الآية تنقد هذه الآية. تكلم جيب سياق كاملا، سياق كاملا. وحنا تكلمنا بلي ربي سبحانه وتعالى أنا في هذه الآية ماذا قال؟ قال ألكم الذكر أفرأيتم اللات والعزى. تكلم على حاجة قبل قبل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأنا فسرتها لكم بتفسير يعني غير معروف عند كثير من الناس، ما يذكروش. أنا سمعت التفسير، وهذه السورة قريتها على الشيخ بن عثيمين، سمعتها منه بالتفصيل، سمعتها من عنده. التفسير هذا كثير من الناس كي يتكلموا ما يتكلموش، مفسرين ما يتكلموش على الشيء المهم جدا الذي يعينك في الفهم. وش هو؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة، هي الثالثة الأخرى. نحيل كلمة الثالثة الأخرى مش ما تلفلكش، هكذا نفسروا القرآن. أفرأيتم اللات اللي راكم تعبدوها في الطائف، ومناة التي تعبدونها في قريش كذلك، وأفرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها في قريش، ومناة التي تعبدونها ما بين مكة والمدينة، تعبدها بعض القبائل غطفان وغيرها. الآن هذه الثلاثة على سماهم غيرهما، شحال كان من صانم؟ أكثر من 360 صانم تما دايرين. على تتكلم على ثلاثة هذو؟ هذو ثلاثة وحدهم، هذو ثلاثة على بك عليه. اللات هي مؤنث إله، كما تقول أنت الله، الله لا أنثى له، ما عندوش أنثى، يعني كلمة إله لو كانت أنثها توش تولي اللات، سموها اللات. العزة العزيز، الأنثى تاعها وشن هي؟ العزة. ومنات كذلك مؤنث، مؤنث للآلهة التي تمن وتعطي، وهي آلهة الخير وغير ذلك، وهي مؤنث منات. إذن اللات والعزة ومنات هذوما ثلاثة، هذوما هما حطوهم وقالوا هذوما بنات ربي، لأنهما قريش يعتقدون أن هذه الأصنام كما جاء في سورة الزمر، قال لهم هذه الأصنام عليكم تعبدوها، قالوا ما نعبدهم كما يقولوا تعالى على سيدي فلان وسيدي فلان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أم قالوا ربي ولا ما قالوش ربي؟ يوم يعرفوا ربي هم ما يعرفوش، بصح واش داروا له؟ جعلوا لله شركاء، حطوا معاه ناس في الأرض، يعني هذو اللي حطوا معاه في الأرض. كما واحد سلطان واش يدير؟ يدير ولات، يدير والي هنا والي هنا والي هنا والي هنا باش يحكموا له الأرض، لأنه هو ما يقدرش وحده يروح للمكان الفلاني بعد يجد الولاية الفلانية، ما يقدرش. إذن من النظام الإداري واش يدير؟ الرئيس عنده ولات والي، هذاك الوالي يمثل رئيس الجمهورية ولا يمثل السلطان ولا يمثل الأمير تاع البلدة هذيك. علاه؟ لأنه الإنسان هذا ضعيف، بشر، لازم له إدارة معينة تخدم به. ربي سبحانه وتعالى له الملك، وهو ملك الملوك، وهو الله، موش بشر، موش ضعيف. الله عز وجل له الملك وحده. وسيأتي الجواب نجاوبك فيها في الآية هذه في السياق. على قلت لك اربط سياق باش تفهم وتجيك حلاوة كبيرة في القرآن، تولي ما تقدريش تحبسه، تقدريش تحطه من يدك. ولهذا ربي هما واش داروا؟ قالوا هذه بنات ربي عز وجل، والملائكة جعلوهم بنات الرحمن كذلك. على كل حال هذيك في سورة الزخرف شرحناها احنايا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي قراءة الذين هم عند الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هما جعلوا الملائكة إناث، وقالوا الملائكة هذيك اللي في السماء هذيك يوم عايشين في السماء، هذوك بنات الله، بنات الرحمن. واللي في الأرض شكون؟ بنات الله، اللات والعزى ومنات. إذا لذلك نحن نعبدهم، نؤمن بربي، بصح نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كما كي تروح أنت دوكا لهذا الضريح ولا كذا تلقى واحد تقول اسمع هذا سيدي فلان هذيك تحكي عليه أنت، هذا ربي ولا شكون هذا؟ يمد الاولاد، يمد الرزق، يمد واش يمد هذا الانسان هذا؟ فهميه ضعيف. يقول لك لا 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 احنا نعبدوا ربي، احنا هذا يقولوا هما. انا سالتهم، رحت لهم سالتهم شحال من مره، يقول لك لا لا احنا نعبدوا ربي، احنا خاطئين، احنا لا اله الا الله محمد رسول الله. بصح هذا راه ربي اعطاه واحد الخاصيه هكذا، كي تقول له هو يوصلها. ها ربي قالنا اذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يدخل حتى واحد بينك وبين الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة عنوانها، عنده كتاب عنوانه الواسطة بين الحق والخلق، بين الخلق والخالق، يعني الواسطة.
وله يتكلم في هذا، وعنده كتاب الوسيلة والتوسل يتكلم على هذا الأمر، كتاب في الوسيلة والتوسل يتكلم على الأمر هذا. والوسيلة التي توصلنا إلى الله هي العبادة، العبادة تاعنا وأعمالنا هي اللي توصلنا إلى الله، وإلا لا يوجد واسطة بيننا وبين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل والملائكة ما يقدروش يدخلوا بيننا وبين الله من حيث العبادة، يتدخلون علميا يوصلون المعلومات. بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا عندي معاملة خاصة مع عبادي واحد ما يدخل فيها. ولهذا هم واش داروا؟ داروا واسطة، هذيك الواسطة اللي بين الخلق والخالق، هذيك الواسطة واش دارت؟ هذيك الواسطة صارت تحل محل الآلهة، ولات آلهة من دون الله. ربي الآن راه ينكر عليهم، واش قال لهم؟ قال لهم ألكم الذكر وله الأنثى، درتولي الملائكة جعلتهم لي بنات بناتي، ودرتولي هذيك اللات والعزة ومنات درتوهم في الأرض باللي آلهة وهم إناث توعي. يعني قال لهم ربي يعني عقلا عقلا، ما دام انتم لكم تأمنوا بي أنا إله تاعكم، أنا هو الله تأمنوا بي، كيفاش انتم كي يزيد واحد يزيد عنده طفلة يعني يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يروح يدفنها في التراب، ماذا به؟ ما تجيش طفلة، ما كاينش طفلة هذه ما تجيش. كيفاش انت يا ماكش حاب طفلة لروحك؟ وعلاك قسمت ديت انت الذكر تحبته غير الذكر، وربي اللي خلقك راك دير له في الانثى، هذه يعني فرضا فرضا راك زعما حبيت تقسم ولد للربي درت له ولد. هو في الاصل واش كاين؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا هو الاصل. بصح راه يقول لهم باللي انتم ابتداء المقاييس اللي راكم تقسموا بها ظلم، المقاييس هذه القسمه ليكم تقسموا بها راكم ظالمين اصلا، دليل على انكم على باطل اصلا، الحكايه كامل ماكش منها. هذا هو الكلام، ألكم الذكر وله الأنثى تجعلوا لأنفسكم الذكور وتقتلوا الأنثى وتحشموا بها، وتجعلون الأنثى التي أنتم تنكرونها وتستنكرونها تجعلوها لمن؟ لله. كي تقسموا تقسموا هكذا كيما تحبوا أنتم. وهذا ورد شبيهه وين؟ سورة الأنعام، يجعلون لله مما ذرأ من الأنعام. شوف الأنعام هذيك الفاسدة وغير ذلك مما لا يرضونه من الأنعام يجعلونه لله، وآلهتهم وش يديروا لها؟ يقدموا لها الآلهة الأنعام التي يرغبون فيها والتي هي أحسن الأنعام وأفضل الأنعام، يقدمونها لمن؟ يقدموها للآلهة. وربي وش يديروا له؟ لا يجعلون له هذه الأنعام، علاه؟ لأنه قسمتهم هكذاك عاملة، معاملتهم مع الخلائق معاملتهم مع الآلهة الشرك المشرك بها، هذه الآلهة يقدم لها أحسن مما يقدم لله عز وجل، فأنكر عليهم الله عز وجل في سورة الأنعام. وهنا كذلك أنكر، هي الأصل أنك ما تقدمش كامل للآلهة هذيك حتى حاجة، وهنا هي ما تقدمش الله عز وجل ما تجعلوش ولد أصلا لا ذكر ولا أنثى، ولكنه يبين لك برك باللي أنت ما تعرفش تقسم، أنت ظالم أصلا وأن عندك مبدأ الظلم. قالهم تلك إذا قسمة ضيزة، ومن بعد نسف كلش نسف كلش، قال لهم لا الذكر ولا الأنثى والآلهة هذه كاملة لكم تحكوا عليها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما عندهمش صلة، ما عندهمش أصالة في استخراج شيء أو استحداث شيء ليس من الدين، وهو أن تجعل آلهة وتسميها اللات والعزى، سميها كما حبيت أنت، سمي اللات، سمي سيدي فلان، سيدي عبد القادر، سيدي محمد، سيدي عبيد، سيدي كذا، لالا فلانة، لالا فلانة، وسمي سيدي كذا وسيدي كذا، كما حبيت سميه، عند ربي ما يسوى والو. هذه قاعدة يقرها الشرع ويعترف بها العقل. ما هي القاعدة هذه؟ أن الأشياء بحقائقها لا بمسمياتها. الأشياء بحقائقها لا بمسمياتها. وش معناتها؟ معناتها أنت سمي روحك وش حبيت، العبرة عند الله أنت وش تسوى. تقدر تسمي روحك أنا باطل، أنا راجل، إحنا لي زوم، إحنا قوة، إحنا كذا، إحنا يا ما نطيحوش، إحنا كذا، إحنا كذا. سمي روحك ونفخ روحك كما حبيت، ومن بعد عند الله وش تسوى؟ وش تسوى عند الله؟ قول لي، هل تسوى صح لي زوم؟ هل تسوى أنت صح ما شاء الله؟ هل تسوى انت صح عندك النيف؟
هل سوى صح أنت إنسان كريم؟ هل صح؟ صح هذا الأمر؟ ولا عبارة عن ألقاب وشعارات أنت تلوكها بفمك؟ نعطيك مثال. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يجي الرجل السمين ثخين، لأن بعض الأقوال المعتبرة وش تقول؟ تقول في الميزان وش راح يوزن ربي؟ الأعمال ولا الكتب ولا الإنسان؟ قيل أنه يوزن كله، كامل الناس، كامل الإنسان والكتاب نتاعه تاع الأعمال والأعمال، يوزن كلش في الميزان. هذا الإنسان يحطه ربي في الميزان ما يوزنش جناح بعوضة. هذا معنى. المعنى الثاني وش هو؟ قالوا لا، ربي راح يوزن الأعمال فقط، وهذا القريب، يوزن الأعمال فقط. وهذا الإنسان لا يزن عند الله جناح بعوضة، كيفاش؟ معناتها ما عندوش قيمة عند الله، لأنه كاين ناس يوم في الدنيا، في الدنيا قال النبي باسم يجر ثوبه خيلاء، إنسان يفعل ويفعل ويفعل، وبعد يوم القيامة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكاين ناس في الدنيا كانوا ما تقدرش تدخل عنده أنت، ما تلقاهش وما تقدرش تلاقى به، وما تقدرش تجيب الرقم الهاتف تاعه، وما تقدرش تصح لك موعد عنده باش تدخلوا المكتب اصلا. ياتون يوم القيامه وهم متكبرون، ياتون مثل الذري، هذاك الحشره التي لا تراها انت، القملش، القمله، تطاؤهم الناس باقدامهم يوم القيامه. شكون العبره؟ وش هي الحقيقه؟ وش هي حقيقه انت وش راك تسوى عند الله؟ اما في الدنيا قول وش حبيت، ودير اكتب الشعار اللي حبيت، ودير البروفايل اللي حبيت انتايا، ولكن الحقيقة عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك وش يقول لك؟ لقد قرر القرآن وقررت العقود السليمة قبل القرآن أن الأمور بحقائقها لا بمسمياتها. كم من إنسان اسمه زين الدين، شمس الدين، كذا، ناصر الدين، كما حبيت سميته، وهو عدو للدين. كم إنسان اسمه محمد، محمد كافر، كافر بإجماع العلماء، كافر واسمه محمد، يحارب الدين، عنده كتب في الإلحاد. كم من إنسان اسمه اسم صحابي، وكم من إنسان اسمه جميل جدا، وتقول هذا خلاص، هذا لقب، هذا عظيم، وهو خاذل الدين. وكم من إنسان ربما اسمه ما هو شعار، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى يزن العجب العجب، عجيب عجيب، سبحان الله. ولذلك انت عبرتك انت وش كنت تسوى عند ربي سبحانه وتعالى؟ ولهذا ربي عز وجل وش نزل حاجة؟ قال هذه هي الحق، هذه هي الحق، وهذه الباطل، هذه الباطل. ماشي وش يقروا آبائك وأجدادك، ماشي في القبيلة تاعك أنت تقول أنا الآباء والأجداد داروا هذه الحاجة، قال لك حنا منا وروح، هذا القانون. إذا كان القانون هذا يخالف دين الله ويخالف الحق فهو باطل وإن أقره آباؤك وأجدادك. نفس الشيء هذه، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما كان عندها حتى قيمة عند الله، وماشي هذه هي الحقيقة، ما راهمش آلهة، ما راهمش بنات الله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، بصح ما أنزل الله بها من سلطان. ما عندهاش سلطان. وش هو دليل، حجة، برهان من عند الله سبحانه وتعالى؟ ما نزلش ربي بها دليل، ما نزلش بها ربي دليل. هذاك الدليل اللي ما نزلوش ربي وما قالكش بلي هذو ما آلهة، أنت ما كان تبدأ تقسم وتقول لا الذكر وله الأنثى، وتبدأ تقول هذه بنات الله، ما كان، لأنه مازال ما عندكش من فوق. كيفاش هو لك تقول أنا يا الآلهة هذه راني نعبدها باش تقربني عند ربي؟ ربي يقول لك أنا هذو خاطيني، ماشي توعي، ماشي أنا وكلتهم، ماشي توعي. أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا تعامل معي بهالطريقة، لا إله إلا الله، وحدني أنا ووحد نبيي الذي أرسلته إليك في الاتباع. هذاك الإنسان اللي بعته لك أنا بشر كيما أنت، تبعه يوصلك عندي. إذا ما تبعتش هذاك وقعدت تشرك بنا ومنا، أنا ما أعطيتكش هذا السلطان، ما أعطيتلكش الصلاحيات باش تدير هذه الأشياء هذه. وبهذا نفهموا ألكم الذكر وله الأنثى. إذا هذاك المول 100 مليون نقولوا ليه المول 100 مليون؟ إلا لقيت لنا تفسير غير هذا سليم، حنا نتنازلوا على 100 مليون. وفي الحالة الثانية اللي يقدرون تنزلوا لك 100 مليون وش هي؟ أنك تتوب إلى الله توبة نصوحة. توب، لو كانت توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، حنا نفرشوا لك في الأرض واعفس علينا، ماهيش مشكلة. وحنا راك عندنا الفوق، نسأل الله يجعلك خير منا إن شاء الله. وحنا نسألك سؤال، الصلوات الخمس منين نجيبوها؟ لو كان ما نأمنوش بالسنة، العبادات، الوضوء، الحج،
العمرة، كل عبادة ربي يجعلها في الأرض إلا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم يقول له لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن يحتاج إلى بيان، والبيان هذا شكون يبينه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذوك طرفي النهار وزلفا من الليل شكون يبينهم لنا؟ وقتاش نقيموا الصلاة؟ ما على بالناش والله ما على بالنا. احتاج محمد صلى الله عليه وسلم قال ها هو الوقت تاع الظهر، ها هو العصر، ها هو المغرب، ها هو العشاء، حتى جاء الأمر هذا. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال لنا الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأنا ننصح هذا الإنسان وأمثاله الذين ينكرون السنة النبوية، أنصحهم بقراءة كتاب حجية السنة النبوية للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الكتاب معليش حتى ولو أنت ما تحبش هذاك الإنسان وحذروك منه وربما ضخموا لك شيء معين في راسك، أقرأ الكتاب وخذ منه فقط الآيات، الآيات اللي جابها تدل على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنة سنية أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقرأ كتاب حجية السنة النبوية تجد فيها ما يشفي صدرك. هذا لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد. هذا لمن؟ للإنسان اللي حاب ينصف ويكون عنده عقل، موش حاب يجادل فقط. أنا من عادتي ما عندي حاجة في التعليقات وكذا، هذا التعليق وراه لي ناس قالوا لي شوف واش قال هذا الإنسان، وأنا هذا الإنسان شفت التمست منه ممكن فيه خير إن شاء الله. هو إنسان على كل حال مشهور هكذا في الغناء والطرب وكذا، مطرب ولا مغني ولا كيفاش يسموهم. نسأل الله يهديه يصلح حاله، نسأل الله سبحانه وتعالى يهديه، لأنه هذه الجريمة أو هذا الضلال تاع إنكار السنة أكثر من الغناء مصيبة كبيرة. وإحنا ناس كما هذوما عاقلين طيبين فيهم كما يقولوا إحنا، عندهم عقل، عندهم مستوى من الدراسة، عندهم مستوى من القراءة، يقدروا يقرأوا. نتمنوا أن الله يهديهم ويصلح حالهم، ويجوا يوم من الأيام إن شاء الله عز وجل نسمع بهم قد تابوا إلى الله تبارك وتعالى. إذن وش قالنا ربي عز وجل؟ قال ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما منين جابوها؟ قال لنا ربي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. حاجة هذه الحكاية. يعني في حقيقة الأمر كي تجي تشوف راه يتبع في الهوى تاعو، ويعني والظن حاجة اللي وش هو الظن هذا؟ الظن هذا اللي وقفنا عنده الحلقة اللي فاتت. الظن هذا في القرآن الكريم قد يأتي بمعنى اليقين، وقد يأتي بمعنى الوهم والشك، الوهم والشك، ويأتي بمعنى المرض، الوهم والشك بالمرض يعني، من بينهم هذا السياق. وقال الله سبحانه وتعالى قال الذين، فلما برزوا إلى جالوت قالوا، فقال الله تبارك وتعالى فقال الذين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذوك يظنون أنهم ملاقوا الله، وش معناتها يظنون؟ معناتها متيقنون. هنا الظن بمعنى اليقين، وكاين الظن بمعنى ماذا؟ بمعنى الضلال والباطل والوهم. قال إن تظنون يعني إلا ظن، أو قالوا إن نظن إلا ظن، كنا ظن برك هذا ما كان. وهنا قال لهم الله سبحانه إن يتبعون يعني هاد الناس ما عندهم لا سلطان ولا دليل ولا حاجة، إلا حاجة واحدة أنهم يتبعون الظن، عندهم الظن والشك في أنفسهم وعندهم الوهم. وما تهوى الأنفس، النفوس نتاعهم تهوى شيء معين. وش الهوى نتاعهم هذا؟ فيقيل لهم الناس كانوا عايشين معاهم هذاك الوقت على بالهم بهم، وشن هو؟ أن ماشي من مصلحتهم يتبعوا إله واحد، لأنه كان 360 صنم كانوا رافدين مكة اقتصاديا، أموال طائلة باش تنحيها أنت يحبلك ليس سهلة. راي كاين ناس، كاين عباد، كاين عباد عنده حانوت تعميتنا على زوج، يبيع الدخان، كي تتكلم له على الدخان ما يحبش، وحاب يرجعوا درع حلال، المهم بهذيك ما يقدرش ينحيه، او درك يرفض ويجيب يقول لك لا مكروه، انا ماشي لا ما كاش، اعطيني الدليل، قول له الدليل لا من القران، اعطيني القران، تعطينيش من السنه، خيرتك كيما تحب ولا، ومن بعد تعطي له من القران، لا هذه كاين العلماء اللي قالوا ماشي هكذاك، المهم قول لنا يا ودي السوق راه حاكم، راني حالات لي وخلاص هذا مكان، واني خايف نطلقها وما نلقاش،
قلنا السوق راه حاكم وسكت. حتى ولاو الناس اليوم لا لا معليش تبيع الخمر ما تشربوش، معليش تبيع الخمر وتقول للناس بلي يشربوا بصح ما تسكروش، ومعليش الخمر. شوف الان الفتوى اللي تمشي الان، معليش الخمر، معليش كي تشربوا ما تسكرش، معليش هكذا. وهذه يقول شكون اللي يجيبوا فيها؟ والله والله هادو من المدرسه الحداثيه، هذه هذه المدرسه اللي قلت لكم الحداثيون اللي راهم يجيبوا القران الكريم ويلعبوا به كما يحبوا، ويجيك في صوره من دكتور في الشارعه وتشوفوا احيانا باللحيه ويدير لك امور، رد بالك انك تسمع من هؤلاء الناس، نسال الله السلامه. ماشي اي واحد تكلم لك بالقران والسنه او بالقران فقط تقول ان هذا الانسان مسلم او ان هذا الانسان يريد خيرا. الناس تلعب بالقران كما لعب به الناس من قبل. في وقت النبي عليه الصلاه والسلام جاءوا ناس وحبوا يلعبوا بالقران وقالوا نصارى نجران، نصارى من نجران من اليمن، وقالوا لمن؟ قالوا الصحابه، قالوا انتم ما تقولوا القران هذا صحيح، ماكش منه القران هذا. قالوا الصحابه كيفاش ماكش منه؟ انا نسمعوا فيه. قال لهم نقول لكم دريب اللي ماكش منه. شوفوا ربي راه قال هنا ياك موسى خو هارون، قال هارون وهارون اخي، صح؟ قال هارون اخي يعني موسى خو هارون. وكيفاش من بعد مريم، مريم قالوا لها يا اخت هارون، كيفاش اسمها مريم اخت موسى؟ الصحابه حبسوا راحوا عند الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لهم لا ماهوش هكذاك، هاي بيناتهم 10 قرون. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام اولئك بنو اسرائيل. شكون هما بنو اسرائيل؟ مريم، مريم قريبه من الرسول عليه الصلاه والسلام في العهد نتاعها، هي اخر اخر واحد بعثه ربي سبحانه وتعالى، ومن بعد حبست الرساله حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، هو عيسى عليه السلام. يعني الان مريم هي يعني الصق عهدا بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني متوخره. شكون سبقها؟ سبقها موسى، قبل قبل موسى شحال كان. فهذوك اللي بيني وبينه 10 قرون، وهذاك 15، وهذاك 3، هذاك القرون اللي كانت بين موسى وهارون. كي جاء امرأة عمران جات، وكانوا في وقتهم في وقت زكريا عليه السلام كانوا الناس من بني إسرائيل، هذوك بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أصلهم منين؟ عند موسى. فماذا كانوا يقول؟ كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أولئك بنو إسرائيل كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم. هارون نبي، ومريم يمها سماها تسماتها باباها ويماها سماوها سماوها خوها كما سماوها هي مريم، سماو خوها هارون على هارون النبي. هذا مكان يعني هارون هذاك ماشي هو نفسه هذاك، هذا مكان. هما جايبين حاجه كبيره، قال لك خلاص دوك حنا العقول هذه نحيوها. كذلك الناس اللي تشوفهم يناقشوا مساكن بالقران هكذا ويجيبوا حاجه من عند الحداثيين، تشوفوا انت جايب جبل كبير يقول لهم هذه كذا، لا تحدى ونعطينا 100 مليون وروح تروح. واش درت بها؟ ما كاين والو. سما انت تتحدى بواحد نعطيكم كذا، ما تقدرش. دير في بالك باللي كاين امور تبان لك انت بلي كبيره، بصح حنا مسلمين سهله تروح اي واحد يشرح لك، سهله عندنا. نقول لك علاه، حتى حنا عايشين على الفطره. هذاك جاء عند النبي عليه الصلاه والسلام وجاب له عظمه يفتت فيها، عظمه تاع هيشه مرميه في الارض رشات، وقاعد مع الرسول عليه الصلاه والسلام. واش حب يدير؟ حب يستدل بالعظمه هذيك، يقول لك كيفاه احنا نهار نموتوا ونولوا كيما هكذا عظم، ربي يعاود يرجعنا هكذا الحم وكذا ويعاود يبعثنا يوم القيامه. هيا خليونا. قال لك شنو هذه الحكايه؟ قال ربي عز وجل اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. هذاك هو اللي يرفض العظمه ويهضر عليه او يتكلم عليه الله، اللي يرفض العظمه. جاء عند النبي عليه الصلاه والسلام ودال له هكذا يفتت في العظمه، قال له يا محمد من يحيي هذا بعدما رمى؟ كي ولا غبره، عظمه عظمه ولات غبره. هذه هذه شكون يعاود يرجعها هايشه كما كانت؟ قال له ما تلعب بالناش بالعقول تاعنا قدام الناس كامل وجايب حاجه كبيره. خلاص قال لك انا لقيت منين نضربوا السيد هذا. النبي عليه الصلاه والسلام طأطأ راسه وانزل الله عز وجل عليه وحيا فيه قول الله تبارك وتعالى في اواخر سوره ياسين: اولم يرى الانسان، هذاك هذاك اللي رفض العظمه هذاك هو في ذاته، هو ما كانش عظمه كان ماء. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دوك جاي يحل في فمه، دوك جاي يتكلم ويقول لك ها، فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا بالعظمة هذا ونسي نفسه، نسى روحه باللي هو جمل ما نسى روحه. قال ربي عز وجل وضرب لنا مثلا، وجاي جايب منه حاجة كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي اللي يجيبها نعطيه 100 مليون. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال له هكذا، قالوا لي جيبها هذه خلاص راهي حاجه كبيره، وجيب حاجه كبيره قد الجبل. جات الايه فتفتته الجبل هذاك، قال له
ضرب لنا مثلا نسي نفسه هو في ذاته. من جئت أنت؟ جئت من صلب أبيك، كنت نطفة لا ترى بالعين، نطفة عبك كنت تشوف النطفة قد منها. أنت كنت نطفة وجعلناك كبير وتتكلم ورافد العظم وتفتت فيها، احنا جعلناك، احنا رجعناك هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قالوا ربي عز وجل، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هي الخدمة مش خدمتك، الأمر أمر الله عز وجل. أنا أنشأتك من ماء مهين، كيفاش أنا ما نعاودش نرجع العظم، نعاود نرجع الإنسان؟ أنا أخلقك من لا شيء. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين؟ قال عز وجل، أولم يرى هذاك الإنسان. وقال ربي عز وجل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أحيانا والله تقرأ كتاب وتشوف هكذا، تلقى تاريخ الطبع سنة 1950 فلان توفي كذا توفي كذا، تقول سبحان الله أنا هذاك العام لم أكن شيئا مذكورا، كنت مازال ما زدتش. تقول هذاك العام كنت عندي 20 سنة 40 سنة 30 سنة مازال ما خلقتش، وين كنت أنا هذاك الوقت؟ لم أكن شيئا مذكورا. ما يعرفوش الناس باللي كان واحد واسمه فلان بن فلان، ما يعرفوش، ولا واحد كان يعرف باللي كان إنسان رح يخلق واسمه فلان بن فلان يوم من الأيام، ما على بالناش. يعني كاين ناس رح يولدوا بعد دقيقة، الآن ليسوا بشيء مذكور أصلا بعد دقيقة، وبعد 20 سنة 30 سنة سيكون واحد منهم طبيب، واحد كذا، واحد أب، واحد أخ، واحد كذا، كل واحد وين؟ واحد يقول أخته هذا أخي، واحد باباه يعيط له أنت هذا ابني، واحد يقول هذا جاري، في حين أنه لم يكن شيئا مذكورا هذاك الإنسان. إذن هكذا الإنسان، قال الله عز وجل، فإذا كم من ناس جابوا هذه الشبهات تظهر لهم كبيرة، لماذا؟ لأنهم عمي عليهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذا كانت قريش تتبع ما تهوى الأنفس كما سيأتينا في السياق. قال الله عز وجل، ولقد إن الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن كتبع أنت الظن لا يغني، ما يقدرش ربي سبحانه وتعالى يرسل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الباطل كان زهوقا، الباطل يروح ما كاش إلى يومنا هذا، لم يولد الباطل شيئا. اليوم شوفوا يا إخواني الكرام، منذ 15 قرن من اللي جاء محمد صلى الله عليه وسلم، والصراع قائم ما بين الإسلام وغير الإسلام والكفر، وما بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، هذا دائما قائم إلى قيام ساعة. اليومنا هذا أئمة من أهل السنة اضطهدوا وقتلوا وعذبوا، إمام أحمد كذا، الإمام مالك رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل الأئمة الذين وقع لهم ما وقع، حتى البخاري لقي ما لقي، حتى الإمام النسائي رحمه الله لقي ما لقي، وغيرهم من الناس الذين وقع لهم ما وقع، أبو نعيم كذلك، هؤلاء الناس الذين وقع لهم شيء من أهل البدع. أين أهل البدع؟ أين كتبهم؟ أين الطلبة تاعهم؟ أين التلاميذ؟ لا يوجد. في حين أن نقول لك واحد حاجة، أن الناس اللي كانوا يحرشوا الولي الأمر على ابن تيمية فكان يعذب ومات في السجن، هذو علماء معتبرين، علماء معروفين، عندهم علم، بصح وشنو؟ ماشيين مع السلطان ويقلبوا أي واحد عنده الحق ويخالفهم إلا ويدخلوه للسجن ويديروا له يلفقوا له تهم ويفعلوا فيه ما يفعلوا. هم الآن نجحوا باش دخلوا شيخ الإسلام تيمية إلى السجن، ومات شيخ الإسلام في السجن رحمه الله، وبقي تفسيره مكتوب على حائط السجن، وبقي الحق الذي تكلم به شيخ الإسلام تيمية منصورا. وكم من الناس اليوم، وريلي باحث ما يذكرش شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، رجل عجيب ما خلقت البشرية مثله. الآن هذا الناس إلى يومنا هذا، كم من الناس حاربوا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، غير موجودة. مؤخرا بعض الناس السذج كتب على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وراه كتابه، مولوه شركات مئات الملايين باش كتاب يتنطبع ويتوزع في الجزائر، وراه الكتب، وراه الكتاب تاعه، وراه موجود، وراه بقي شيخ الإسلام تيمية وبقي الحق، ومات أهل الباطل وماتت كتبهم. يعني الناس أهل الباطل كامل راحوا، والكفار اللي حاربوا الدين كامل راحوا. أين أبو لهب؟ وين أبو لهب؟ وين أثر تاعه؟ عندك واحد اليوم يناصره؟ ما كاين واحد يناصره. وين أمية بن خلف؟ وين أبو جهل؟ وين الناس الذين جاءوا من بعد؟ وراهم سيدنا الكذاب،
وراه فلان وراه فلان وراه فلان، واللي حاربوا الدين في الدولة العباسية والأموية وغيرها 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 إلى يومنا هذا. يبان إنسان ويحارب في الدين كذا 10 سنين 20 سنة يبقى الدين ويموت هو يروح، مكاش متقدر لهش. علاه؟ نقول لك علاه، لأنه تاع ربي بكل بساطة، لأنه دين الله موش دين تاعي ولا تاع باب، أنا دين تاع الله سبحانه وتعالى متقدر لهش. ربي سبحانه وتعالى قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما يقدرش ربي عز وجل، واش دار لك؟ عطاك النتيجة قبل ما تصرى، قال لك الخاسر الافونس هذا الباطل هذا، إن الباطل كان زهوقا الافونس، يعني قبل ما تبدا المباراة خاسر هذا خلاص. سمع تهنى ارتاح. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. سمع غير ريح، ما اتعب ولا اقعد، اصرف اموال اصرف. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذوك قاع اللي ينفقون أموالهم في سبيل الشيطان ليصدوا عن سبيل الله، كل هذا كامل انفق الأموال، دير ملاير، اخترع قنوات تلفاز، دير كذا دير كذا، أخلق وش حبيت. ومن بعد هذيك الأموال تنفق وتروح وتكون عليهم حسرة وما يربحوش، خاسرين فيها. ولهذا الآن يجب علينا أن ننتبه أن أهل الباطل لا يستطيعون أن يقدموا ظنا أو باطلا فيرسخ في الناس. لذلك الله عز وجل قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما يغلبوش ما يقدرلوش. وتجيب أنت حاجة حقيقية من عند ربي، هذا رسول أمين صادق، إنسان متربي متخلق وعايش في وسطكم وتعرفوا سيرته، وجاء قالكم أنا رسول من عند رب العالمين، ونجيب لكم كلام فيقوا بلي الكلام هذا موش تاع الجن وموش تاع السحر وموش تاع البشر، وإنما تفيقوا بلي هذا الكلام وجاي من عند الله. أنا كي نقول هذا الكلام هو القرآن، اسمعوني. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام آية مر آية، كل مرة تنزل عليه القرآن يقول لهم. خليت هذا كامل اللي هو بين الطريق وراهي، ورحت للظن. آباءنا وأجدادنا قالوا لنا بلي هذه آلهة هي بنات الله نعبدوها لتقربنا إلى الله زلفى، هي بنات الله. إذن أنت هذه بابا وجدي وكذا، هذا ظن، هذا ظن، ما على باليش أنا، بالك جدودي كانوا ناس عيانين، بالك كانوا يحبوا يتبعوا غير الحاجة سهلة، بالك جدودي كانوا يحبوا الشرك، بالك جدودي هادو ما كانوا يحبوا يخلقوا قوانين باش يأكلوا حق المرأة في الميراث، يخلقوا قوانين باش يعودوا فلان وفلان هما اللي قدروا القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية تبقى هي متسلطة على الناس على العائلات كامل. ما نعرف أنا وش كاين، لأنه هذا البشر بشر يعتريه كلش. إذن أنا جدودي صح هما جدودي بارك الله فيهم والله يرحمهم، بصح بالك مديروا القوانين هذه باش الباطل. إذن شكون اللي يوزن؟ القرآن هو يوزن الحق والباطل، اللي جاء من عند الله هو الصح ولا اللي جاء من عند البشر. إذن ربي عز وجل قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ما تقدرش تجيب هذه وتقول هذا حقيقة بلي هذه آلهة. الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب الآن راح يتوجه للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا فأعرض يا محمد، أعرض، قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. ذكرنا لها العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ذكرنا هو أمران وكلاهما صحيح. فأعرض يا محمد عمن تولى عن قرآننا الذي بعثناه له، لنجيبوا له القرآن يقول أنا ما نسمعوش من آمنش به ومن من آمنش وش فيه، هذاك أعرض عنه. أو عن ذكرنا بمعنى يذكرنا نحن، يعني أعرض عمن تولى عن ذكر ربه، الذكر الحقيقي اللي فيه توحيد، وكلاهما صحيح. هذا ما نسميه بتحمل الآية للمعنيين أو أكثر. إذن قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. شوف كلمة ولم يرد إلا الحياة الدنيا هذه هي المهمة بزاف اللي لازم نفهموها. شوف كثير من الناس يعرضون عن الحقيقة ولا يرضون بالتحكم للشرع، لماذا؟ سببهم الدنيا هذه. شحال من إنسان، شحال من إنسان تخاصم مع أخوه، تخاصم مع شريكه، تخاصم مع جاره، تخاصم مع أي إنسان، يقولوا يلا نروحوا عند الإمام ولا العالم تحاكمه. لا لا أنا ما نجيش، أنا على بالي باللي صح. سمك يحب يهب لك كامل يقول لك لا لا أنا سقسيت أنا مجي أخرى، قالوا لي عندك الحق. على هذا الإنسان ما حبش يتحاكم، الدنيا الدنيا في يده، على باله باللي الإمام راح يقول لك غلط، وبالك ربما بهذيك كلمة راك غلط رجع حق خوك، رجع حق شريكك، فيها ملايير يروحوا. إذن الدنيا هي اللي خلته يعرض
عن الحقيقة، ما حبش يروح للحق. كاين إنسان من أهل الدين خاطيهم الدنيا، خاطيهم كلش، بصح مصيبة وين؟ المصيبة أنك تتكلم معاه نتناقشوا في مسألة، بسم الله ما شاء الله، أنا في جماعة قصارين ونحكوا ونثريوا المجلس ثقافيا دينيا كما حبيت، وأنا قصارين هاك تعطي له الدليل، هاو الدليل، هو يعطيك دليل، لا لا، أنت تقول صفرة هو يقول حمراء، لما تقول له أنت هاو الدليل باللي صفرة، هاي الدليل، هو الآن ما عندوش كيفاش يرد، لا لا يقول لك لا لا، لا لا ما أنا ما يحبش، علاه ما يحبش يطيح من العود كما نقولوا احنا، علاه؟ لأن هذا الإنسان هذا راهو يقول لك في نفسه درك مسكين، وهذه نسأل الله ربي ما يطيحنا فيها. هذا راه كبر نفسي، والله يا إخواني الكرام هذه يسميوها العلماء كبر فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون كان على باله باللي ماشي هو ربي، ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، على باله. ومتيقن في نفسه باللي الله واحد أحد. ومتيقن باللي موسى رسول، صح صح على باله. ربي قال وجحدوا بها قدام الناس، لا ما نقدرش نقول عندك الحق. كيفاش نقول لك عندك الحق؟ انا الناس راني داير لهم شحال من عام وانا نقول لهم عشرات السنين وانا نقول لهم انا ربكم الاعلى، ومن بعد نجي نقول لهم اسمعوا جاء رسول وماشي انا ربكم، على بالكم غلطه تسمى ما يقدر لهاش. اسمع فرعون ما قدرش يولي اللور، ما قدرش، واش يدير؟ ربي قال وجحدوا بها، هذاك فرعون واللي معاه وملؤه جحدوا بها، قالوا باللي ما كاش منها انت موسى تكذب علينا، اش بيك انت يا ربيناك حنايا دوكا جيت قلنا انا رسول ولا انت مريض؟ قالوا له انت البارح قتلت واحد راك شارش ديجا، واش مرسول هذا؟ قالوا قتلت فينا واحد وهربت، كيفاش انت رسول انت؟ هذا ما كان في عقلك؟ قالوا اني لا ظنك يا موسى مسحور، هذا وقال لك ماكش ما ترقي روح، على ما قدرش يولي. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، والله غير في ربي واش قال؟ ما قالش هو علمتها انفسهم، استيقنت عنده يقين فرعون باللي هذاك البنادم صح صح رسول، واللي معاه نبي هارون على باله، عنده يقين واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا ماشي الاستيقان، ظلما الجحود، وجحدتها انفسهم ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، هذيك جمله اعتراضيه، وجحدوا بها ظلما وعلوا، وفي الحقيقه انها استيقنتها انفسهم، هذه معنى الكلمه. يعني كاين بزاف ناس عندهم الكبر تاع فرعون، تقول له يقول لك انا دوك هذا قد وليدي بدا البارح يصلي، نجي نقول له عندك الحق، والله ما نقولها له. واش نقول له؟ نقول له علمناكم الصلاه سبقتونا الزربيه، هذا نقول له. وواحد اخر نقول له انا دوك هذاك طالب علم وانا طالب علم، هو امام وانا امام، رانا في وسط الجماعه. دوك تسمى يقول لي هذيك، انا لو كان نقول له بلي عندك الحق، تسمى يقول لك هذا شيخ طار ما يعرفش. هاو غلبوا فلان، هاو كيفاه. تسمى واش كان يقول لنا باقي كاع خرطي وش يهضر. اي والله ما نطيح من العود مالا. باش الناس كاع يعرفوا بلي انا قاوي. اذا واش يقول؟ يقول لا 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 لا، استنى بعد انا ما رجعتش مليح برك، ما الادله ماكش منها. علاه ما نقولوش ايه؟ والله يزيد يرفعك الله، ربي يعبك كيفاش يرفعك، رفعه ما تقدرش تصدق انت. قال بارك الله فيك، انا هذه ما كانت غيبت لي، حنا هذه ما فيناش، لا لا نبقى نناقش فيك حتى نلحقوا للسب لازم. علاه؟ لانه الكبر والعياذ بالله، والطمع في الدنيا، طمع في المكانه، يبقى عندك مكانه في وسط الناس باش تبقى عندك مكانتك بلي فلان، ما على بالكش عبوك واش نسيت انت تما، عبوك واش نسيت؟ كي ما حبيتش تستعرف بالحق، نسيت باللي اللي يرفع ويخفض هو الله. كي نسيت ما حبيتش ترجع للحق. بصح لو كان تذكر في هذيك اللحظه كي كنت تناقش باللي اللي يرفعك واللي يخفضك هو الله، واش دير؟ ولا كان تبين الحق ان معاه خصمك، قال يا اخي والله بارك الله فيك، ان الله بين لي الحق على يدك، ونسال الله يجزيك خيرا. وانا منا وروحني على رايك هذا، لا كاش ما بان لي في البحث حاجه اخرى، ان شاء الله ربي يهديني، بصح درك مادام بينت لي انت الدليل، انا من الان انا على هذا الدين هذا، والله شفناها في العلماء الكبار، والله شفناها في العلماء الكبار. غير في المجلس الواحد غير يبعثوا العلماء، شفناها في الشيخ العباد. الشيخ عبد المحسن العباد بعث له الشيخ محمد بن خده وهو من ابرز طلبته، بعث له تخريج تاع حديث التوقف عن التلبية، والشيخ عبد المحسن العباد كان يرى بأن الإنسان لا يتوقف عن التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك، حتى يرى الكعبة. فجاءه شيخ أنا لا أذكر التفاصيل منيح يعني بعد العهد، فجاءه الشيخ بن خدة بتخريج لحديث أنه يتوقف الإنسان عن التلبية عندما يرى ديار مكة ماشي الكعبة، ديار تاع مكة، ديور تاع مكة برك، تما يتوقف ماشي حتى يلحق الكعبة.
الشيخ عبد المحسن العباد، انا وقت حاضر في المجلس، يحكيوا لي الناس اللي كانوا حاضرين، قراوا له التخريج تاع الحديث، قال لهم زيد قرا لي شو التخريج، قرا لي كذا، قال لهم انا منا وروحني على هذا القول. رجل كبير في العلم، انا شايف في السنه كبير بزاف في العلم وكبير في الاخلاق ويعرف قدره وقدر الله عز وجل. ولذلك انا حضرت له كم من مجلس قرينا عنده من 94 وحنا نقراو عنده. والله العظيم يا اخواني الكرام غير يسالوه الشيخ عبد المحسن العباد وكل الناس الذي يعرفونه، كلهم يعلمون بهذا الامر، وكلهم قد وقعت لهم الشهاده لهذا الامر. كم من مره يبعثوا له اسئله، انا كي يكون يسال واش ندير، والله نقولها في نفسي، نقول هذا سؤال هذا كاع الناس تعرف، علاه تبعثوا لنا عالم كيما هذا، تبعث له انت سؤال كيما هذا، تبعثوا لنا حاجه قويه، علاه احنا متكبرين احنا. كي يلحقوا له سؤال الشيخ عبد المحسن يقول عاود سؤال، لا ادري هكذا يقول، والله ما نعرف الجواب تاعو، احنا كاع نجاوبوا في بلاصتو، كون احنا نطيروا ونجاوبوا نقول لك نجاوب قوه، الناس كاع تعرف بلي حنايا ابعث السؤال غيره تسمى يجاوب، الله يبارك هذا الانسان يستحضر قوي، يبعث له سؤال يجاوب ما شاء الله، والله ما على باله بالدنيا، الناس حاضره بالمئات. هو لا ادري، خطرات واحد ثلاثه مرات سؤال مرخوح، لا ادري. ما يقولكش دوك الناس يقول لك هذا كيفاش عالم كبير ما يعرفش هذا السؤال هذا، ما نعرفش، ربي ما فتحش عليا هنا، ما فتحش عليا، بصح يبقى عالم، ارفعوا الله، شوف الرفعه نتاعو وين راهي عند الناس، وعند الله تكون ان شاء الله اكثر. فلهذا الانسان علاه يولي هكذا وعليه يولي هكذا، هذاك اللي يرد الحق والله ما كان يستحضر ان الذي يرفع ويخفض هو الله، وان الذي يرزق هو الله، على ذيك تبع الدنيا وتبع المكانه، وظن في نفسه انه بهذيك الحركه الشيطانيه وبهذاك الكبر تبقى مكانته اعلى. وهذاك الانسان اللي تواضع ورجع للحق، هذاك الانسان والله في ذيك اللحظه يراه مستحضر ان الذي يرفع ويخفض ويرزق هو الله تبارك وتعالى. لان حنايا كل تصرفاتنا منشأها هو تعاملك مع الله وعقيدتك في الله. اذا كانك تعتقد في الله امور تولي تمشي راتب مليح، وإذا كان مع ربي سبحانه وتعالى حاط ربي على جهة تولي تمشي بطريقة شيطانية، نسأل الله يعافيني ويعافيك. قال الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يعني هذو ناس تاع قريش كان عندهم غرض دنيوي، لذلك ردوا هذا الحق، لأن حق الإسلام لا يخدمهم. كم حورب الإسلام من طرف كثير من الناس، أحيانا من بعض من حكام في القرون، من القرون الأولى وارواح حاربوا شحال من حاجه، من اجل ماذا؟ لان هذاك الدين ما يخدموهمش الدين، ما يلقش به الدين كامل، لا يصلح له. وبدا هذاك الانحلال من الدوله الاندلسيه وارواح من اواخرها، وبدات تمشي الامور، ما كانوش يسمعوا كلام العلماء، يحبوا الغناء نشروه، الغلام لا الغناء بالحلال، شوفوا كيش نديروا حلال، ما يخرجش عليهم الامر. ولهذا حورب الدين لاجل الناس الذين حاربوه كانوا يحبون الحياة الدنيا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
إذن يقول الله تبارك وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وش معنى مبلغهم من العلم؟ هذه الآية يا إخواني الكرام، سمعوني مليح في هذه الآية، سمعوني مليح. كاين آيات وإن شاء الله يا ربي قدرنا نجمع هذه الآيات هذه ونديروا فيها إن شاء الله يعني حصص خاصة حتى ننبه عنها. كاين آيات تسوق على ألسنة الناس وصاروا الناس بعد ذلك يفهمونها فهما خاطئا. علاه؟ لأنه طريقة الاستعمال تاعها كنا نستعملوها ما نش نستعملوها في مكانها، ولينا مع الوقت نعطولها تفسيرا خاطئا. وهذا اللي قلته أنا الآن في الدراسات التفسيرية في أصول التفسير، احنا نسميوه وش نسميوه، هذا سبب الانحراف في التفسير، يعني عند العوام مش عند المفسرين. من أسباب الانحراف في التفسير أنه يعلق في ذهنك فهم تاع الآية منين؟ لأنه الناس كامل يستعملوها. فاش يستعملوها؟ في الغلط. شوف مثلا وحنا نقولوا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وشنو هذه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ وش منين جيبوها؟ وش معناتها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا ودي روح اصلح فلان، روح انصح، روح كذا. ربي قال لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماشي هذه هي التهلكة. سمع، لو كنت تروح تنصح انت وخرجوك من الخدمه، ولا قمت بالصلاه في وقتها وخرجوك من الخدمه، ولا قلت الحقيقه وشهدت شهاده الحق في المحكمه، وبالك ربما يوقع لك ضرر عند الناس، تقول لي ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه. هذا الظلم في الايه، ما يجوز تستدل بالايه في هذه الحاله. نقول لك علاه، لانه ربي عز وجل، ربي سبحانه وتعالى عباك واش قالنا، هذه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. يعني بمعنى، ماشي معناتها ولا تلقوا بيديكم الى التهلكة تحبس الاحسان. ربي عز وجل قالها على الناس اللي ما يحبوش يروحوا يقاتلوا. تخيلها انت، يعني يروحوا قاتلوا ما تلقوش بايديكم الى التهلكة. كيفاش تفهمها انت هذه؟ معناتها لو كان الانسان ما يروحش يقاتل راح يبقى يضعف والكفار يغلبوه، وكان ما يجاهدش في سبيل الله الكفار يغلبوه ويولي في هلكة، اما قاعدا عن الجهاد وهذا جرم عظيم، وإما ماذا؟ وإما أنه سيضعف الإسلام وراح تتهلكوا هلكة كبيرة. إذن الآية سيقت في هذا السياق، ولكن نحن نستعمل الآيات أحيانا في ماذا؟ في غير موضعها. كما يقول إنسان مثال: واش راك فلان؟ الله غراني واحد الحالة في النازعات. واش من النازعات؟ النازعات هذا شكون هما؟ الملائكة، الله يهديك، الملائكة. أنت رجعت جعلت كنت تفكروا النازعات، الأصل كي تقول كلمة النازعات واش نفكروا حنا؟ الملائكة وما شاء الله أعمالهم وظائفهم. حنا ولينا نفكروا النازعات كلمة ماشي مليحة. النازعات معناتها النحس، معناتها الفقر، معناتها الضيق، معناتها الهم. هذو هما النازعات عندنا حنايا. كي تقول لي راني في النازعات، أنت راك تقصد لي راك تنازع. أنت راك تقصد لي تنازع، بصح ما تقولش النازعات، لأن النازعات هي الملائكة التي تأخذ الروح تاع الإنسان، تنزع منه روحه. فكيف تقول لي انت راني في النازعات؟ ولهذا شوف استعمالنا لبعض الايات القرانيه، هذا تطاول على القران، وكذلك ماذا؟ يعني اننا ننزل من قيمه القران الكريم. هذه الايه اللي راني بين يدينا اليوم في سوره النجم: ذلك مبلغهم من العلم. احنا رانا نفهموها بلي انسان هذاك واش الحق في العلم، وهذه لغه صحيحه. تقول له خليه هذا الانسان هذا واش يعرف؟ هذا ذلك مبلغهم من العلم، مساكن هذا واش يعرفه. والجهال هذوك اللي قداد ما يعرفوش يقراو، كانوا يعبدوا ربي بهذيك الطريقه، والدينا مساكن هذوك واش كانوا يعرفوا يديروا هذاك الوقت؟ ذلك مبلغهم من العلم. هذه لغه عندك الحق، هذوك واش قدروا يلحقوا في العلم؟ في العلم. بصح هذه هنا في السياق، على قلت لك السياق مهم. ذلك مبلغهم من العلم اي بمعنى همهم الدنيا، يعني العلم تاعهم، العلم تاعهم مرتبط غير بالدنيا. اعطيني الدنيا، انا الدنيا اعطيني المعلومات نتاعها والعلم نتاعها وكل حاجه لازم تخدم الدنيا. ولهذا انا نقول لك واحد الحاجه، كاين واحد الفئه من الناس لازم له الدين تاعو يخدم له الدنيا باش يامن به. حتى ولا واش يديروا؟ على بالك كي تتوضا يقول لك، كي تتوضا يصرى لك في الجسم تاعك واحد الاخر والنظافه والجراثيم يقعدوا لك شو كذا،
ومن بعد وكي تصلي كتصلي ليرني ديسكال يروح لك وظهرك يولي داير هكذا ورقبتك تولي دايره كذا وتولي على بك العضلات وهذيك الركبه وهذيك كذا وكتصلي واقف وربي قال كذا وكي تشرب الماء تشرب الماء قاعد ولا واقف لا لا كي تشرب قاعد على بالك بلي العلماء الاطباء لقاو بلي هذه صحيه كذا على بالكم واش رانا رايحين حنا صح ممكن صح هذا هو هذه الامور على بالك واش رانا رايحين رانا رايحين يعني الدين هذا يخدمني صحيا ويخدمني ماليا والى الله ما نتبعو اما لو كان قدر ربي انت عندك 2 ملاير ولا 3 ملاير وقالوا لك يروح خرج واحد 200 مليون ولا 100 مليون تاع زكاه وقوالك شويه الايمان وقلت الزكاه نماء واللي يخرج الزكاه انسان هذا راح يعطيه ربي بركه معناتها البركه كبيره ما نقص مال من صدقه كي تصدق ما ينقصش مالك على بالك ما ينقصش ما ينقصش وزيد زيد الزكاه بركه انا نمدها وفقرت واش نولي ندير حبس لنا الزكاه هذه يرحم والديك حبسنا الحكايه تاع الزكاه هذه يعني كنت لاباس عليا شحال وانا الشفر طالع مديت الزكاه راحت يقدر الانسان يرتد عن دين الله علاه لاننا علقنا اسمع مليح علقنا العبوديه بالمصالح الدنيويه ذلك مبلغهم من العلم هذه هي ولينا لازم العباده نتاعنا تخلص عند الدين يا العباده هي رضا رب العالمين عند الله رضوان الله تحقق بها رضوان الله هي اذعان شفت ابراهيم عليه السلام اذبح ابنك ما قالوش من مصلحه اذبح ابنك واش من مصلحه بصح واش هي المصلحه الصحيه تاعي تروح للدواره ولا كي نذبح وليدي واش يصرالي واش يصرالي وريلي واش يصرالي لم يناقش اعطانا قمه الاذعان فلما اسلم وتله للجبين هذا هو الاسلام الحقيقي هو سماكم المسلمين اعطانا قمه الاذعان تاع العبوديه اذن ابتداء العباده كي نعبدها انا ما نحوسش على مصلحتها الدنيويه لان انا ارادتي او غايتي من العباده هو ان يرضى عني ربي اللي خلقني ومن بعد كي يقولوا لي بلي كي تشرب قاعد فيها صحه وكذا منا يا خويا زياده الخير خيرين مرحبا بها ما شاء الله انا المهم نتبع دوك وكان يقولوا لي بلي لا رانا غلطنا اللي يشرب قاعد هو اللي ينظر واللي يشرب واقف مليح لا نقول ما انا خلوني ننظر خلوني قاعد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نشرب قاعد واللي يشرب باليمين هو اللي ينظر لا نشرب باليمين خلي له حب تتنحى كرشي كامل لا حبت علاه لاني انا اصلا راني نعبد ربي اذعانا له ماشي على جال المصلحه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ذلك مبلغهم من العلم هي اللي قال عليها الله النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا يعني ما تجعلش الدنيا هذه اكبر هم تاعنا لانه لو ولات الدنيا هي همنا نقولوا لازم نسوقوا كاع الدين في مصلحه الدنيا ويولي ذلك مبلغنا من العلم اي بمعنى اننا نجعل غايتنا من العلم وغايتنا من الدين هي تحقيق المصالح الدنيويه وهذا هو السبب الذي ذكره الله عز وجل هنا وفي مواطن عده في القران الكريم الذي جعل وهو من اعظم الاسباب التي جعل قريشا تصد عن سبيل الله ولا ترضى بالتوحيد لانه لا يخدم دنياها اصاله ما يخدمهاش كما قلنا في الاصنام التي كانت تجلب لهم المنافع إذن هنا شوف الشرف شرف قريش واقتصاد قريش ومكانة قريش السياسية اللي ذكرناها في بداية السيرة هذه كلها منين كانت تجي 360 صنم اللي كانت محطوطة تما زيادة على الكعبة والتسويق الذي كان لأنه الآن مثل بعض الفرق الآن اللي راهي دركا قاعدة يجي الشيخ يقعد هكذا ونقول لك أنا عندي واحد الطريقة جديدة في العبادة والناس تدير الصف وتركع وتجي تسلم وتحط كمس دراهم روح راك مربوح روح راك في الجنه روح راك خلاص روح راك غلقت عليك باب الشر فتحت لك باب الخير وتكميسه ونقول لك هاني عندنا حنايا انا احنا معطيتنا او باب هنا مدفون هنايا زيد تزور الهيكاك تلقى واحد الصندوق زيد تحط انا ماذا بيا تبقى هكذاك ماذا بيا انت ما تقولش لا اله الا الله وماذا بيا انت ما تقولش التوحيد مستحيل نقول لك توحيد وكذا مستحيل نقول لك توحيد لانك لو كان تولي توحيد تتنصل مني انا تولي وش تدير؟ تولي عندك عبوديه مع الله بصح انا ماذا بيا تبقى عن طريقي انا لانه لقيت الفائده فيك لقيت الفائده رجال الاعمال يحطوا بالمئة وبمليار وزوج وحط دراهم ويقول لك الشيخ الفلاني راضي علينا وفلان وكذا وهذه كامل الزاويه وحاكمينها هما والدنيا وكذا هكذا هي الحكايه راهي وشوف هذوك اللي في قريش لقوا مبلغهم من العلم ثاني ولهذا الدين الذي يمشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم راح يخرج الناس من الاتباع تاع البشر كامل
يتبعوا بشرا واحدا لا لذاته وإنما ليوصلهم عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعندهم غاية واحدة وشن هي؟ يرجو الله واليوم الآخر. باش يتبع يلحق لهذيك الغاية واش يدير؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، منهج قرآني وقاعدة قرآنية ما عندنا وين نروحوا منها. هذوك تاع قريش واش داروا؟ علاش هذه المحاربة؟ علاه نطرحوا سؤال على أنفسنا؟ القرآن يجيبنا. من أهم الأسباب أن كان عندهم ماذا؟ إرادة دنيوية. ربي قال ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقال ذلك مبلغهم من العلم. مبلغهم من العلم هو إرادة الحياة الدنيا، لأن ذلك راجع عليها. فلذلك الآن ذلك مبلغهم من العلم، قال الله تبارك وتعالى، ثم يقول الله عز وجل بعدها إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهذه كذلك من قواعد القرآن الكريم ومن مخاطبات الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر في أساسها أصلا منهجيا في الدعوة إلى الله، أصل منهجي. ولكن هذه الكلمة استعملوها بعض الناس في التثبيط عن الدعوة، بعض الناس استعملوها في التثبيط عن الدعوة. كي تقول له أنت يا نحن ننصح الناس نعلم الناس، يقول لك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ليس عليك هدام، يقول لك ليس عليك هدام. الله عز وجل نفى عنا الهداية ماذا؟ القلبية. عندنا زوج هدايات، زوج هدايات كما موالفين نشرحوا، كاين هداية توفيق وكاين هداية ماذا؟ هداية تدليل أو هداية الدلالة والإرشاد، وكاين هداية تاع توفيق من الله. ربي يوفقك يهدي قلبك. قالوا لعلي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم اهدي قلبي وألهمني رشدي. اهدي قلبي، شكون يهدي لك قلبك؟ الله. يعني الهداية القلبية التوفيقية هذيك واحد ما يقدر يتدخل فيها إلا الله، هي بيد الله. قالوا ليس عليك هداهم، يعني لا أحد لا أحد لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا في قلبه إلا أنا الذي خلقتهم وهو الله عز وجل. وكان هداية إرشاد هذه واجبة علينا، ولتكن منكم أمة، أمة لا لازم تكون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، وجعلها الله شرطا، شرطا من شروط النجاة من الخسران، أي شرطا من شروط ماذا؟ التوفيق والنجاح. وشن هي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى الإنسان خاسر بجنسه وبمجموعه وبفرده، خاسرا. على هذا الإنسان يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خلاص هنا كملوا روحتهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم لازم يزيدوا ينصحوا الناس ويبينوا الناس ويهديوا الناس. إذن وقال إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يهدي. وش معنى يهدي؟ ماشي القلوب، ماشي القلوب يحولها، لا، وإنما يهدي بمعنى ينير الطريق للناس ويرشدهم للخير ويبين لهم الحق من الباطل والباطل من الحق. إذن هذه الهداية احنا كي ننطلقوا في الدعوة إلى الله، ننطلقوا في الصلاح. وإنسان مبتلى بأبيه ما يصليش ولا يشرب الخمر، أو بأمه متبرجة ما زالت مسكينة على طريقة متفرنسة كما يقولوا احنا، أو عنده أخته في طريق غواية، أو عنده أخوه مثلا في مخدرات أو غير ذلك. الإنسان يلقى روحه حب يصلح، يصلح جاره، يصلح أخوه، يصلح زميله في العمل. وهذه مسؤولية لازم نحسوا بها صباح مساء، لازم أنت دائما تحس هكذا. عندك هم، عندي جاري ما يصليش، هم يولي في قلبك على لأنك أنت غيور على الدين، ماشي مانيش سامع بحتى واحد. لا لا، لازم يكون عندك هم هذا. عندي أختي ما حبش توب، لازم نبقى معاها دائما دائما. شو إبراهيم؟ إبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، على ما قالكش أنا دوك أنا درت لي عليا والسلام عليكم، أنا ربي وعلى عالم، لا تهدي من أحببت، علاه ما قالش هذا الكلام؟ إذن إحنا لازمنا نشعر بالمسؤولية تاع الدعوة إلى الله، وهذا الشعور ندخل في الدعوة إلى الله، كل بحسبه. وحدك في داركم ولا في المسجد تاعك، اللي كنت إمام ولا اللي كنت في مؤسسة مع أصحابك ولا اللي كنت تقري مع التلاميذ تاعك، المهم كل واحد في مكانه. الآن أنت تخدم سيارة أجرة داعية إلى الله، اللي يركب معك ما ينزلش إلا ولا يدي منك حاجة، ولو تنبيه، ولو حركة، ولو أخلاق حسنة، لعله ينظر إليك ويتأثر بك، لعله، ما تقدر، داعية إلى الله أنت. فإذا هذه الدعوة نقول إحنا، ربي قال لنا إن الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. علاش؟ لأن هذه الآية جت في سياق بيان أولئك الذين يعرضون، ماشي أولئك الذين هم في تيه كما توعنا، هذو أعرضوا خلاص، حاربوا نهائيا
جعلوا لله البنات، افتروا على الله الكذب، جعلوا آلهة من دون الله. خلاص هذو يحاربوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكرون هذو معاندون. وإحنا قلنا سياق الآية تاع النجم سياق الكلام مع المعاندين الجاحدين من كفار قريش. فإذا هنا ربي سبحانه وتعالى يتكلم عليه ويقول له باللي هذو أعرض عنهم، فأعرض عما ما تكترش معهم الكلام، بلغهم فقط. الإعراض هنا الأمر بالإعراض ماشي الأمر بعدم تبليغ، الأمر بالإعراض هنا هو الأمر بالإعراض بعد التبليغ. ما تجيش تروح للناس تقول أعرض عن الجاهلين، ما تكلموش، أعرض عن من تولى عن ذكرنا وتقول له ما تأمرش بالمعروف تنهى عن المنكر. لا، خطأ، هذه استعمال الآية في غير موضعها. لأننا الآن نسمع من الله عز وجل أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، إن ربك هو أعلم. شوف سياق ما تخليش سياق يروح لك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو خالق الناس ويعلم ما هو موجود في نفوس الناس. أحيانا تناقش إنسان وهو جاهل مسكين حاب يعرف الحق، يقول لك لا ماشي واجب هذا، لا مسكين ما يعرفش. تقول الإنسان أو امرأة تقول لها أنت أكيد متبرجة، وتبرج عبك باللي الحجاب واجب ومعلوم من الدين بالضرورة، تقول كان قالوا لي لا ما نعرفش أنا هالأمر هذا، أنا جاهلة، أنا تربيت في قبيلة ولا في دشرة ولا في مكان ولا في مجتمع ولا في مدينة واحدة ما تلبس الحجاب، يقول لها لا واجب. دوك الآن هذه المرأة جاهلة تعلم، هذه ماشي هذوما اللي تعرض عنهم أنت، علمها هذه، أعطي لها قول لها شوف يا ربي وش قال وش قال وش قال وش قال. لو كان واحدة أخرى راهي تبدأ تناقش فيه تقول لا ما كاش منها، بصح أنا سمعت الآخر قال لك بلي النية هي الصح وسمعت كذا. وهي علاش؟ الآن ماهيش حابة تسمع لك، هذه خلاص لحقت معاها أنت في النقاش وبلغت لها كل ما ينبغي أن تبلغه، خلاص كملت كلش. قال العلماء الشيخ ابن عثيمين منهم، قالوا أن الإنسان الحق الدرجة اللي يدخل فيها الميراء. الميراء وش هو؟ الميراء تمسك كل واحد من الطرفين بحقه بغية إسقاط الآخر، فيها نية، كاين نية في الميراء. لأنه شوف تعريفات الحوار والميراء والمناقشة والسجال والجدال والمناظرة، هذو ما قاع في التعريفات هذو العشرة ولا أكثر، هذو التعريفات كامل. شوف كي تلحق الميراء من الكبائر، الميراء من الكبائر، وتركه موجب للجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الميراء وهو محق وترك المزاح ولو كان كذبا، يعني ترك الميراء ولو كان محق. علاه؟ خلاص دوك لحقنا لدرجة أنا وأنت تناقشنا أنت ما حبيتش أك تشوف الحقيقة عندي، ما حبيتش، وأنا نشوف الحقيقة عندي ولا عندك وما حبيتش نعترف بك. واحد فينا خلاص دوك الآن ولول لنا النية فسدت من واحد منا أو من الطرفين. وش هي النية؟ ولينا دوك الغرض من النقاش ماشي إيصال الحق، الغرض من النقاش هو إسقاط الآخر، أنك أنت لازم تطيح وتبان باللي عيان قدام الناس. تم كن الحوال هذه يا إخواني الكرام يلي راكم تجادلوا بزاف بيناتكم على الأمور هذه كن الحقوا لها، لازم نحبسوا ندخلوا في الكبائر، لأن النية تبدلت، ما بياش لا نوصل لك الحق وانت ما بيكش توصل الحق، أنا بيا نسقطك قدام الناس، بيا تولي انت ما تسوى والو قدام الناس. هنا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، خلاص علاه؟ وربي ذكرنا باللي في الميراء تدخل ماذا؟ تدخل النية. شوف هنا قال ذلك مبلغه من، قال هذا أعرض عنه، علاه؟ لم يريد إلا الحياة الدنيا. وكان جاء ما شاء الله اتناقش معه، كان جاء وحاب يعرف الحق، حاب يقول لك اسمع انت بعتك ربي، انت هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، بعتك ربي، احنا والله غير عندنا مدة لقينا آبائنا وأجدادنا رم يعبدوا في الأصنام هنا، والله غير نسمعوا منك وسمع منا بالك ما باك انت عندك الحق، وماذا بينا لو كان انت غلط احنا نزيدوا نقنعوك نفهموك. ولكن هما واش جابوا كما قلنا أساسيات فاسدة وحجج واهية باطلة شبهات، وحطوها لماذا؟ لأن إرادتهم في معرفة الحق ما كاش، وإنما بغيتهم وش هي؟ ربي ذكرها لي خلقهم، وهي إرادة الدنيا فقط، مبلغه من العلم هذا هو الحياة الدنيا. ولهذا قالوا أعرض عنهم. ومن بعد قالنا ربي عز وجل القاعدة وش هي؟ قال أنا خلقت البشر والخلائق كلها أنا أعلم بها، كل واحد منا الله عز وجل يعلم نيته، هل يريد الحق أم لا يريد الحق. إذا أراد الحق وأراد أن يعرف الحق فهذا نناقشه ونعلمه ونجادله ونناقشه، وفي ذلك إثراء
للساحة العلمية وللعلم الشرعي وغير ذلك، مش مشكل. والذي تلتمس منه أنت، تلتمس لأنك لا تتيقن لأن الأمور بيد الله عز وجل، أنت تلتمس منه أنه لا يريد الحق، فهذا أعرض عنه، أعرض عنه. قال لي خلاص بارك الله فيك، ما كان له الموضوع هذا، خلاص ابقى وخاوة وخلاص، هذا ما كان. لأنه على في هذا الموضوع أنت لا تريد الحق، ربما راك ماكش حاب تظهر، ماكش حاب تخرج من الخدمة هذيك، ما المهم عندك مصلحة معينة ولا ماكش حاب تعرف الحق فيها، إذا أنا لا أجادلك في ذلك، وبينك وبين الله بعد ذلك. فهذا هذه قاعدة في النقاش. أما إنسان ما شاء الله حاب يعرف الحق، فهذا واجب عليك أنك تبين له وتناقشه. وإذا قال لك يلا أنت أبحث وأنا نبحث ونتناقش وأنا وأنت، والله ماذا بينا، فهذا نرجع إلى الكلام تاع الشافعي رحمه الله، ونعود الروح مباشرة، أنا على حق وأني نعتقد أنك على باطل حتى نقنعك، وانت تعتقد أني أنا على باطل وانت على حق حتى تقنعني، ونقعدوا ما شاء الله بنية طيبة، ونحن إذ ذاك في عبادة مأجورين إن شاء الله عند الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. استووا وأقيموا صفوفكم تراصوا ولا تختلفوا سدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.